شكرا دكتور وليد. شكرا لحضرتك فندم. شكرا. شكرا. شكرا دكتور وليد وشكرا لحضراتكم. يعني فيه لسه خلاص احنا يعني وصلنا الى نهاية اليوم الاول، وكل الشكر والتقدير لكل الزملاء اللي شرفونا، وبتقدم بخالص الشكر والتقدير للمنصة الأستاذ الدكتور رؤوف هلال اللي ليه الفضل مع بداية مشروع معامل التأثير العربي، وهو تبنى فكرة الكشاف العربي، وهو كان صاحب فكرة الكشاف يمكن قبل ما نبدأ إحنا نفكر في موضوع معامل التأثير العربي، فهو أحد الناس اللي ليها الفضل على المشروع وعلى الفكرة كاملة حقيقة. أنا بتقدم ليك بخالص الشكر والتقدير دكتور رؤوف. الدكتورة وهاد عضو اللجنة العلمية دكتورة صباح صابر، دكتور وليد شعبان، المنصة الكريمة كلكم يعني ليكم أفضال علينا، وإحنا سعداء إن إحنا نعمل مع بعض. يعني في نهاية اليوم الأول للمؤتمر ونجحنا إن إحنا نبقى مع بعض في ظل هذه الظروف وظل جائحة الكورونا، أنا بعتبره في حد ذاته هو نجاح للمؤتمر وإنجاز، مع الأمل إن إحنا في بكرة وبعده إن شاء الله نكمل الجلسات أونلاين ونبقى مع بعض، ونتيح فرصة كبيرة للناس الزملاء اللي موجودين في الدول العربية إن هم يشرفونا ويشاركونا ونعمل مناقشات متعمقة. إحنا تعمدنا اليوم إن إحنا نعرض البحوث اللي هي أصحابها موجودين هنا، وكنا سعداء بوجود زملاء لينا من عمان ومن الأردن ومن اليمن ومن فلسطين ومن سوريا ومن السعودية. سعداء جداً بوجود الزملاء وسعداء بيكم. أنا عايز أأكد في نهاية اليوم الأول في وجودكم إن إحنا الهدف الأساسي من مشروع معامل التأثير العربي ليس لإدراج معامل جديد للقضاء أو لمنافسة المعاملات الدولية. يعني إحنا مش جايين عشان نعمل معامل تأثير عربي عشان نقول هنتخلى عن التصنيفات الدولية زي سكوباس وزي كلاريفيت. سكوباس وكلاريفيت مؤسسات ليها باع طويل، مؤسسات مهنية، مؤسسات عندها تاريخ كبير، ومؤسسات عملاقة عندها الأدوات بتاعتها وعندها الإمكانيات الضخمة بتاعتها. مشروع معامل التأثير العربي هو مشروع يقوم عليه مجموعة من المتطوعين، مجموعة المتطوعين والعلماء اللي موجودين من كل الدول العربية، كل هدفهم إن إحنا نساعد المجلات العربية. إحنا بنقول للمجلات العربية أنت بتنشر في عندك بعض الشروط لازم تلتزم بيها. إيه هي الشروط؟ إن يبقى لك عندك ويب سايت مستقلة للمجلة بتاعتك، يبقى عندك هيئة تحرير وهيئة تحرير كاملة، يبقى عند الأول لازم تاخد ISSN أول ما تبدأ المجلة بتاعتك، لازم أول ما تنشر كل الأشياء موجودة على الويب سايت، أخلاقيات النشر العلمي، المعلومات للمؤلف، معلومات للمحكم، المعلومات اللي خاصة بمجلتك. هل المجلة بتاخد مصروفات؟ هل المصروفات قيمتها كام؟ عشان يبقى فيه شفافية في المجلة، عشان يبقى فيه الباحث يعرف يطلع على المحتويات بتاعة المجلة ويعرف هينشر فيها ولا مش هينشر فيها. لازم يبقى في عندي في الويب سايت نفسها الريجولاريتي، لازم يبقى فيه إعلان من الأول إن أنا بنشر 3 أعداد في السنة، يبقى أنت عندك 3 أعداد، يبقى لازم في أول يوم على حسب الميعاد اللي أنت محدده يبقى أنت العدد بتاعك يبقى منشور. قصة إنك تنشر أعداد بسنوات سابقة دي من الكوارث اللي كانت موجودة. ما ينفعش إن أنا مجلة وأعلن إن أنا هنشر عدد لسنة سابقة أو بأي تاريخ سابق مهما كان. ما ينفعش إن أنا أنشر في عدد 20 بحث والعدد اللي بعديه 300 بحث. التفاوت الغريب اللي بيحصل ده، كل المشاكل إحنا بننبه المجلات عليها وبنحاول
نساعدهم بحيث ان هم ينشروا طبقا للقواعد العالميه. اذا احنا ساعدنا المجلات العربيه ان تنشر طبقا للقواعد العالميه، يبقى اذا بسهوله نقدر نساعدهم ان هم يقدموا للمؤسسات الدوليه زي سكوبس وكلاريفيت، ويبدا يتصنف الانتاج اللي باللغه العربيه والمجلات اللي باللغه العربيه، وهو ما حدث بالفعل. يعني سر نجاح المشروع والسر اعتزازنا بان احنا بذلنا مجهود وبذلنا وقت وبذلنا كل ما نملك في المشروع ده من 13 سنه، انه بدات الهيئات الدوليه تبدا تهتم بالانتاج باللغه العربيه، وبدات من خلال اتحاد الجامعات العربيه السفير اللي هي اكبر دار نشر في العالم توقع اتفاقيه مع اتحاد الجامعات العربيه اللي هي المالكه بتاعه سكوبس، عشان ياخذوا المجلات العربيه ويبداوا يصنفوها ويبداوا يدخلوها سكوبس، وده ما كانش موجود. بدات كلاريفيت على الناحيه الثانيه يبداوا يسعوا ان هم يعملوا كشاف للاستشهادات العربي مع بنك المعرفه المصري، مشروع العملاق، في مشروع عملاق. ده كله هيصب في الاخر في مصلحه الامه العربيه، في مصلحه المجلات العربيه. يعني احنا محتاجين ان احنا نؤمن بنفسنا، واحنا فعلا وصلنا لهذه المرحله. مشروع معامله التاثير العربي، الحراك اللي عمله والتغيير اللي عمله في الفكر العربي، ان احنا عندنا ثقه في نفسنا، عندنا ثقه ان احنا نقدر نعمل حاجه، ان احنا نقدر نصنف، ان احنا امه ليها تاريخها وليها قوتها. معنى ان احنا نستسلم استسلام كامل للغرب ان هو يعمل لنا المجلات بتاعتنا، ان هو يصنف المجلات بتاعتنا، ان هو يفرض التصنيف اللي هو شايفه علينا، ونفضل احنا سوق فقط لا غير، ان احنا بس ندفع عشان يبداوا يجوا يصنفونا. هو ده كان الخطر الحقيقي اللي معامل التاثير العربي استطاع ان هو يتغلب عليه، استطاع ان احنا يوصلنا الى مرحله نقول لا احنا نقدر نعمل تصنيفات، واحنا نقدر نقول ان احنا نقدر ننتج مجلات ونقدر نوصلها للمستوى العالمي. اذا احنا توقفنا، واذا المجموعه بتاعه معامل التاثير العربي كلها قالت خلاص احنا مش هنشتغل تاني والمشروع توقف الى هذه اللحظه، نبقى احنا برضو عملنا تغيير، احنا عملنا اللي علينا. لو كنا اخطانا، يعني شيء طبيعي انه لازم اي عمل طالما بشر يبقى لازم في نسبه اخطاء، لازم ما يبقاش بيرفكت، ما يبقاش 100%. هي المشكله الحقيقيه ان احنا نلاقي ناس من الامه العربيه ومن العالم العربي اللي هم مستهدفين بالمؤامره ان يفضلوا طول عمرهم سوق فقط، ان هم يهدموا اي محاوله عربيه بان احنا نرجع الكرامه العربيه، نرجع الكرامه العربيه في الثقه بالنفس، وان احنا نبقى ناس نحترم نفسنا الاول عشان يحترمنا العالم. الغرب بيعمل، بعض الناس في الغرب وبعض الشركات الكبيرة، زي ما كان الدكتور جمال الدهشان اتكلم الصبح، ابتزاز أكاديمي، في شركات عملاقة للنشر، شركات العملاقة للنشر دي بتكسب مليارات، مش عايزة حد يطلع تاني، مش عايزة مجلات تاني تطلع في العالم. فبيبدأ يطلع واحد، يطلع لنا ويعمل قائمة يحط فيها كل مجلات العالم التالي، قائمة بلاك ليست نسميها، كل المجلات اللي موجودة في العالم الثالث وكل دور النشر اللي طالعة من وخصوصاً من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وبعدين يقول إن أنا عايز مقابل عشان أشيل المجلة بتاعتك أو دار النشر بتاعتك من القائمة بتاعتي، وهو ليس له علاقة. الغريبة إنه في المحاولات دي والمؤامرات دي مين بيكشفها؟ بيكشفها الغرب. يعني مجموعة علماء من الغرب هم اللي كشفوا هذه المحاولات، والراجل اللي مشهور اللي هم يعني اضطروا ان يحولوه للمحاكمه الغرب، توقفوا تماما عن متابعته او اخذ هذه القائمه في الاعتبار. ولكن في بعض الدول العربيه للاسف بيكرروا الكلام بتاع هذا الرجل عشان يحاربوا نفسهم، مش عايزين اي مجلات حتى من العالم العربي اللي هو مستهدف بالمؤامره ان هو يعمل مجلات، وبيقولوا خلينا بس في المجلات اللي جايه من الغرب المصنفه. بسهوله جدا لفظ مجلات مفترسه، مجلات وهميه، اي واحد يكشفها. احنا زي ما قلنا عندنا سكوبس قوي جدا،
عندنا كلاريفيت قوي جدا، مؤسسات معترف بها، مؤسسات محترمة. انت عايز تشوف مجلة وهمية، مجلة مفترسة، مجلة بتاع، ادخل على اي واحدة منهم وشوف هل المجلة دي موجودة ولا مش موجودة. اذا كانت موجودة في سكوبس ما تشوفش اي حاجة، ما تبصش لاي حد انه ممكن يحاول انه هو يشتت انتباهك ويدمر الفكرة اللي عندك. شكرا جزيلا لكم، وفي انتظاركم ان شاء الله بكرة نلتقي على خير اونلاين. شكرا جزيلا.